عايشة معايا. شلون ما نمشي ونشوف شنو هي الحكاية؟ يا تسامير يا تسامير، عدي حبسك صاحبي وصيب روحك. رايك كي يا صاحبي؟ مش تتويل عليك المد، ارخف روحك يا تسامير. يلعو صاحبي، كيفاش تحبني نعدي حبسي برا صمك وانتي من البارح ما سكتش؟ مخي روبت هولي، يلعو مخي راب. يا تسامير مش هكيك يا صاحبي، انا في بالي صاحبي قاعد نقصر عليك في الضيق. انت يا صاحبي وليت مكرز مني. يا تسامير جاوبني، يا تسامير جاوبني يا صاحبي. يا تسامير يا ودي يا ودي اسكت يا ودي يا ودي، ما عادش تقول لي يا تسامير، ما عادش تقول لي يا تسامير، هذي ما عادش تقول لي. مضافك على بوليس، مضافك على بوليس، نحشي لك تورنيفيس. اهلا وسهلا، داخل ديراكت هكاكا؟ ها مسايبه، هيا دق الباب المره الجايه. شنو هي الحكايه يا عم رؤوف؟ ما حكايه يا القفصي، راني ما فهمتكش. ولد سمير علاش تعدي فيه؟ اي احترم منيك روحك، اشكون رئيس المركز لهنا، انا ولا انت؟ وسع بالك عم رؤوف، وسع بالك. سير رؤوف عصب على صرمك، راضى انا ابوك فرد بزوله باش تقول لي عم رؤوف؟ نعطيك ازاي وتجي تخدم في بلاصتي وكهو؟ سامحني سير رؤوف، ولا ما قصدت شيء، سامحني سير رؤوف. ولد سمير متاعك شديناه يتكيف في التكروري في الشارع وتحته شطر جرام، نقولوا له صحيت ولد سمير واصل بطبيعه باش نعديه. سير رؤوف ماو لا ماو لا هب، القانون قانون، وسطو يقلصونك لا نعديك معاه. بيه عم رؤوف قديش؟ شنيا اللي قديش؟ قديش تحب تاكل باش نخرجوه؟ والله لا تحش مليون. يا قفصي خير لك، زوز ملاين تشري تربح يا القفصي. ثلاثة ملاين واخر قرار. ايا ان شاء الله مبروك يا القفصي، ان شاء الله مبروك. بيه عم رؤوف النجم نشوفه؟ جبت له شويه ماكله نحب نمدها له. تحب تشوفه انت؟ اي ولد سميره نحب نشوفه. بعروره جيب له ولد سميره للبلوار. لو فيس دو سميره عندك زياره. يا ولدي البارح تشديت، اليوم الصباح عندي زياره برجوليه يا بعروره، ابهرتني صح، اقسم بالله ابهرتني. القفصي صاحبي فسر لي شنو هي الحكايه، علاش عديني عمك رزبي؟ قصص يا سميره، الحيوط تسمع لهنا يا صاحبي. يا سميره اني جبت لك قفه صاحبي باش تلقى متاك فيها شويه بنادق، فيها صحفه بسيسه، وفما طبق طاجين طيب طولكم شلومه، وفما حكه بلاستيك صغيره فيها اللوبيا بالكعابر، اني نعرفك تحب اللوبيا بالكعابر، وفما حكه صغيره حكه نتاع شاميه. يا القفصي انا لوبيا بالكعابر وانا بنادق؟ يا ودي نحب نخرج من هوني اليوم قبل الغدوه يرحم ودي. يا القفصي خرجني، عايش صاحبي ماني خوك يا القفصي، خرجني برسمك يا القفصي. 3 ملايين يا تساميره. يا ولدي 3 ملايين متاع شني؟ 3 ملايين باش تمشي جعاله يا تساميره باش تخرج من هوني صح. يا القفصي خليني هوني صاحبي ميساج، قال له 3 ملايين، دي انا 100000 صاحبي ما نعرفش نحسبها، خلي 3 ملايين، مين نجيبهم لك انا 3 ملايين يا القفصي؟ ما تخافش يا تساميره، مش باش نراه صاحبي في الضيق وباش نبقى ساكت كيما برشا طحانه، بقدرة ربي نحرك لك في 3 ملايين ونركح لك جو. في بالك ينجموا يعديوا لك مروج؟ يا القفصي صاحبي عديوني مروج بجونتك لخ؟ واشتر جرام اللي تشد عندك، ينجموا يلفقوا له اشتر جرام اخر من عندهم ويولي عندك جرام كامل، هكاكا يعديوك على الترويج. اي يا سميرة على جرام تتعدى على الترويج عادي جدا صاحبي. يا القفصي صاحبي انفخت لي قلبي اكثر من العوصه، قول لي شنو هي الحل؟ الحل صاحبي يلزمني نحرك لك في الفلوس اليوم قبل الغدوه. يا القفصي صاحبي كان ما حرقتش في الفلوس ما تشخشبش يروحك بيا يا صاح، بالرسمي القفصي ما تشخشبش يروحك بيا، تو ناكل من الطاجين نتاع ام شلومه وناكل البنادق صاحبي والبسيسه خليني صاح، بالله يا القفصي ما تشخشبش يروحك بيا عاشقول، نسي نتحمل مسؤوليتي صاح. هاي الزياره وفين؟ يا سميره ما تخممش، اتهنى ما نخليكش صاحبي، تو نركح لك جو. شيبي كفشي كشيبه شعبي، وحل معاه رؤوف وعديه وجيبي، ومشتين الشعبي ديما شلك لك في الامور وجيبي، علاش كيكش المره هذي بالذات؟ علاش كيك الشعب؟ يا شلومه الحكايه فيها انا صاحبي، فما لغه قاعده تدور ومازلت مانيش فاهمها، ايش عندك فلوس مخبين يا شلومه؟ اقسم بالله يا القفشي لانك شابه فرنك شعب، مليم اجرك شعبي مانك شابه، يا دي شعبي هاي ما نطوليش عليك شعب، ريتك النقود المجيفه قرينا بيهم في الشنه اولى شنه ثانيه وجيبي، اقسم بالله لا عندي منهم شعبي هذوك. بيه شلومه جوك بيه، تنتصرف تنتصرف. يا القفشي فاش تعمل في بيتي؟ مش قلت لك ما عادش تدخل غادي؟ يا بابا نلوج على شرجوري، اني خارج. مستانس نمسلك شرجورك انا، اخرج عليا البر، داخل تردس هكاكا باسم مدريك على الزربيه. اشرب طح،
عيطلي اش فما لباس سي رؤوف. السلعة اللي شديتوها عند ولد سميرة عديتها على التحليل وطلعت حنة مش لعب. يا سي بلا لعب ما تقول هالكلام يا راجل. ولا كيما نحكي لك سي رؤوف، تنجم تشوف التحليل بروح وتنجم زادة تسيب ولد سميرة يروح. لا لا مش توا نسيبوه يروح، واسمعني الكلام هذا يبقى بيناتنا، رد بالك سي رؤوف. ماك تعرف القانون، هذه مش مخدرات باش نحطوه في الحبس، هذه حنة. يا ولدي بتبيعها باش نسيبوه، توا هكا تشد بالحنة باش نعديوه، أما مش توا باش نسيبوه العشية. آه قفسي، جبتك القضية؟ يا هكا توا عم رؤوف، كارتة تحك في كارتة زادة. صحيت يا القفسي صحيت، الله غالب خوي، أما خير ثلاثة ملايين ولا صاحبك يقعد في الحبس. بتبيع ثلاثة ملايين عم رؤوف، الفلوس وسخ الدنيا. بعرورة، أي سيبك المربوط، سيبك المربوط. كفارة صاحبي، أيا برا نتحركوا. يا سميرة، أنت توقفت نهار حبس صاحبي، هاك باش تنيك زوز ملايين من الحيط. يا القفسي صاحبي بالليزي بلا تساويك، قالوا شديت نهار حبس هاك باش تنيك زوز ملايين، سيبني يا راني كرارتي صاحبي منفوخين ما كنعوصة، الحمدلله يا ربي الحمدلله كي خرجت. يا سميرة، والله كيما نحكي لك صاحبي، الفيلم هذا الكل عملته أنا وتجبة. يا القفسي معناها تحب تقول انتي وتشبة كعبرتو هيلي ودخلتوني للحبس؟ اي صاحبي بالضبط، اما المصلحتنا الكل. يا القفسي صاحبي راك باش تهبلني، يا ودي احكيني الموضوع بالقديخة نفهم شنية الحكاية يا صاحبي. اقبل ما تيح انتي بنهارين ريكش انا وتشبة. قفسي صاحبي توبر ثمك، واحد كيبدا عنده مليون ينظم يردو ذو ملايين. كان يخدم مخو يا تشبة ينجم يردوا 3 ملايين مش زوز ملايين. يذيبي قفسي 3 ملايين زملة واحدة صاحبي، كيفيث بالحليل ولا بالحرام؟ بالزوز يا جبا، انتي وش تحب؟ بيه جبا ركز معايا صاحبي، تمشي العمرة اوف وتقول له عندي ليك موضوع شباب ياسر، ما هو يحب المواضيع الشبابة هو. قل له انا باش نمد لعبة لولد سميرة وانتي تصدم عليه وتشده بالمحجوز، بعد تقول له باز القفسي باش يجي للمركز ومش باش يخليها بولد سميرة. قل له تطلب على القفسي 3 ملايين، قل له باز القفسي باش يجيب 3 ملايين ويخرج ولد سميرة، وتفاهم معاه من الاول على بايك، هو ياخو زوز ملايين وانتي تاخو مليون، ويلزمك يا تجبة تسجل الحكاية اللي باش تصير بيناتكم الكل. قفسي صح، واللعبة اللي باش نمدها لولد سميرة باش نسريها انا بفلوسي؟ لا يا جبا، باش تقول ولد سميرة فما لعبة بنينة جات من فرنسا والطفل اللي سربيك كان انتي، بتبيعها ولد سميرة يحب اللعبة البنينة، اما انتي ما تشريلوش بيهم لعبة الفلوس هذوكم، هزلوا بيهم طرف حنة ومدهالو باش في صورة ما الخطة متاعنا فشلت يسيبوه ولد سميرة. بيه قفي صاحب، ونقول ولد سميرة اللي الحاكم بثي ذي هزو؟ رد بالك يا جبا تقوله اكيك الخطة الكل باش تيح في الماء. بيه صاحب الى حد الان فهمك صاحب، ان بعد ثنية فما ان بعد. ان بعد نجي انا للمركز عبارة ما في بالي بشي، نتفقد ولد سميرة نجسه نشوفه شاكك في موضوع ولا نتفاهم انا ورؤوف على الفلوس ونمشي على روحي. ومنين بتذيبهم قفسي انتي 3 ملايين؟ يا القفسي فاش تعمل في بيه 3 ملايين باش نيكم من عند بابا ونهزهم العمر رؤوف ويخرج ولد سميرة من الحبس، وكان مشيت الخطة صحيحة باش نرجع 3 ملايين متاع بابا. يا القفسي صاحبي تكيفوا فيا في الحنة؟ والله لا تحشموها مسقتكم عبي، أنا توا صاحبي رويرية محنية، قلبي صاحبي قلبي محنية، أنا نقولش بيه قلبي ما يخدمش وهو طلع عامل الحنة. يا سميرة مازال الضرب الصحيح صاحبي. يا القفسي صاحبي توا أنت مونيك في 3 ملايين، فيش مازلت تستنى صاحبي؟ ما تسبقش الأحداث يا سميرة، شو شكون صاحبي؟ تجبة وعمرة أوه. جبا توا باش ياخو المليون اللي وعدوا بيه عمك رؤوف. شنو هذا مع عم رؤوف؟ 500 دينار يا جبا ما عجبوكش؟ متفاهمني ثكا عم رؤوف، فهمنا 3 ملايين انت تاخو منهم زوز ملايين وانا ناخو مليون. هكايا ولا عنا البوم شباب فيه الفوكالات وفيه التصاور، توا نطلبوا عليه 9 ملايين، سينون هبطوه في الباج متاعنا على الفيسبوك قفسي اوفيسيال
220 ألف أبوني و 80 ألف جيم وشوف قديش من واحد بش يراهم وبش يسمع الفوكالات وبش يشوف التصاور بش يتكسر من خدمته بش يطلقوا مرته صغاره وبش يبعدوا عليه برشا مشاكل يا تسامير. ناخذوا 9 ملايين نرجعوا 3 ملايين متاع بابا والباقي نقسموه زوز ملايين زوز ملايين زوز ملايين. يتوليك ربي القفصي ملا مافيا صح ملا مافيا بب بب بب. رجعني صاحبي رجعني خنزين نهير اخر في الحبس وكمل زيني زوز ملايين اخرين برس امك رجع والله توحشت العو يا القفصي صاحبي رجعني بحث العو صاحبي رجعني صح القفه صاحبي مازال فيها الطاجين والبنادق اقسم بالله ما كليت منهم شيء رجعني يا القفصي رجعني يرحم بو يا تسامير ما تكبرش كرشك صاحبي. يا القفصي يهديك راني بو عائلة يا القفصي راك تحب تبغصيني يا القفصي شعبطلك عليش هكا اكيك القفصي حاف سي القفصي من فضلك اه تحب تبيعني انتي والجبة والله الجبة هو اللي جحكي لي الموضوع يا سي القفصي والله ما عندي حتى دخل يا سي القفصي والله ما عندي حتى دخل عليه ما عندكش مخ انتي توا تسعة ملين كارتة تحك في كارتة ما كانش الفلاش اللي بعثتهولك باش تلقاه يحوس في الفيسبوك في الانستغرام في اليوتيوب في البلايس الكل باه يا سي القفصي باه نعطيك توا 6 ملايين وشهيرين اخرين كمل لك الباقي 9 ملايين توا ما نفهم شيء كارتة تحك في كارتة الشيكات ليه زادة باه يا القفصي باه او 9 ملايين اما حط في مخك المرة الجاية مش باش نرحمك لا كيكة تهنى ترحمني بالسيف عليك ما داب دوسياتك مازالت عندي كان جيت تخدم نظيف ما يصير لكش هذا الكل وتسميرة هاو بارك صاحبي وتعبك متاع نهير حبس اتجبا انتي باش تاخو 1,500,000 خاطرك ماخو 500 من عند سيرا اوف تسميرة برسمك احسبهم لي صاحبي ولا لا نعرف نحسبهم هذوما يا جبا انا بيدي صاحبي ما نعرفش نحسبه يا انا مره يا ودي 100 دينار بقيت جمعه صاحبي نحسب فيها كل يوم نحسب 10,000 في جمعه حسبتها ال 100 دينار ما فهمتش كل يوم نحسب 10,000 في جمعه كيفاش حسبتها انا 100,000 في جمعه وكل يوم نحسب ظهر لي 70 دينار اقسم بالله نسيت يا جبا صاحبي ما نعرفش صح انا والحساب صاحبي مانيش صحاب كان تحب نحسب لكم فلوسكم اعطيوني 500 دينار بيناتكم تو نحسبهم لكم توا قدام عينيكم يا القفصي صاحبي برمشي ينيك تو نقول للجوجل يحسبهم لي قالوا 500 دينار وينك انت وقت لينا في الحبس في روزت صاحبي وينك انت يلا شباب ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة بتاع اليوم وكل عادة ما تبخلوش علينا بالجيب واللابوني والكومنتير هذيك الحاجة الوحيدة اللي تشجعنا على الخدمة وتحية خاصة لأحلى ناس السيرس والكيف وديدي كاس الحيطة ضامن وديما أحلى همهامة أي برا النست